السلام عليكم، مرحبا أصدقائي. في العديد من حلقات الحماية الأمنية التي قدمناها من قبل، ركزنا كثيرا عن أسباب اختراق جهازك والتي قد تؤدي إلى سرقة حساباتك الشخصية، من بينها حسابات جوجل ويوتيوب، بحيث قد يتم اختراق جهازك عن طريق بعض التطبيقات المشبوهة أو من بعض الإعلانات المنبثقة والتي تظهر في الغالب في بعض المواقع التي تقدم برامج أو تطبيقات أو خدمات مشهورة أو حتى مقاطع إباحية بشكل مجاني. هناك العديد من الطرق التي ينهجها الهاكر من أجل الوصول إلى بياناتك بدون إذن منك، وما يهمنا في هذه الحلقة هو إرسال رسائل مفخخة إلى البريد الإلكتروني لجهاز الضحية. هذه الرسائل تضم روابط غير موثوقة، وقد تكون عبارة عن عروض ترويجية أو عبارة عن عروض لمسابقات الجيفواي. إذن حتى لا نطيل عليكم، سنقدم لكم اليوم مثال لإحدى الرسائل المفخخة التي توصلت بها على البريد الإلكتروني. إذن كما يظهر لكم في هذه الرسالة، يخبرونني أنه تم تعييني لهذه الوظيفة بدوام جزئي، كما يحثوني على طلب هذه الوظيفة في أقرب وقت ممكن قبل أن يأخذ شخص آخر فرصتي العمل لمدة ساعتين مقابل $450. بصراحة العرض مغري، لكنني لم أتعامل من قبل مع صاحب هذه الرسالة ولا يمكنني أن أثق بمثل هذه العروض. إذن أفضل شيء هو تجاهل هذه الرسالة ولا تضغط على أي رابط مغري يظهر بها. إذن في الرسالة الثانية التي وصلتني تضم أيضا بعض الروابط المفخخة. إذن مفاد هذه الرسالة هو أنه تم اختياري في اللائحة النهائية للفوز بجائزة قيمتها $1,000,000. يا سلام، صراحة ضحكت كثيرا عند قراءة هذا الخبر، لكنني لم أشارك من قبل في أي مسابقة خاصة من صاحب هذه الرسالة، لذلك أقول لك هذه أغبى رسالة تلقيتها في حياتي. أنا لم أشارك من قبل، فكيف لي أن أصل إلى اللائحة النهائية في مسابقة بها $1,000,000؟ على العموم، هذا البريد الإلكتروني كنت قد وضعته من قبل كبريد تجاري على إحدى قنواتي على اليوتيوب، وهو بريد فرعي غير مرتبط بأي قناة، وحتى لو قمت بالضغط على إحدى الروابط التي تتضمنها هذه الرسائل عن طريق الخطأ، فسيتم سرقة بريد إلكتروني لحساب وهمي. لذلك سأكرر مرة أخرى في هذه الحلقة، يجب أن لا يظهر البريد الإلكتروني الخاص بقناتك لأي شخص حتى لا تتوصل بمثل هذه الرسائل المفخخة. وحتى إذا توصلت بمثل هذه الرسائل، فيجب أن لا تضغط على الروابط التي تحتوي عليها. يمكنك تجاهل مثل هذه الرسائل المغرية أو اعتبارها رسائل سبام. إذن أصدقائي الكرام، حاولنا في هذه الحلقة أن نحذركم من بعض الرسائل التي ستتوصلون بها ضمن بريدكم الإلكتروني المرتبط بقناتكم على اليوتيوب. هذه الرسائل ستكون في الغالب مغرية، وكما يقول المثل، الطماع يقضي عليه الكذاب، لأنه بمجرد ضغط على مثل هذه الروابط ستكون بذلك قد أعطيت الضوء الأخضر للهاكر بأن يخترق حساباتك وبالتالي سرقة قناتك، وهو الأمر الذي تعرض له بعض اليوتيوبرز سواء كانوا مبتدئين أو محترفين. في الأخير، نحب أن نشير لكم إلى أنه يمكنك مشاهدة بعض الحلقات الخاصة بحماية قناتك على اليوتيوب، والتي ستجد روابطها في الوصف أسفل الفيديو. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح حلقة اليوم. أتمنى أن تأخذوا هذه النصائح على محمل الجد من أجل حماية قنواتكم التي عملتم عليها بجد لسنوات. ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو من خلال الضغط على زر لايك، مشاركته مع أصدقائكم، والاشتراك بالقناة إذا كانت هذه أول مرة تشاهدوا فيها قناة تقنيات. دمتم في أمان الله.